السلام عليكم. صنعاء ولا راحة بال؟ كلمة كانت مشهورة زمان، الناس كتير كانت لما تعدي على بعض يقولوا صنعاء ولا راحة بال. يعني إيه صنعاء ولا راحة بال؟ ده اللي أنا هقول لكم عليه دلوقتي بعد الفصل. زمان راجل من الناس اللي بتفكر كان معدي بره محل نجار. راجل عارض موبيليا وحاجات كده، وراجل شغال في حتة تحفة جميلة جدا. فقال له صنعة ولا راحة بال؟ الراجل قال له طبعا صنعة، أنا راجل مشهور جدا وبعرف أشتغل كل حاجة الحمد لله. الراجل بعد ما مشي كده طبعا هوري لك صنعة ولا راحة بال. فكر تاني يوم، راح بعت عيل صغير عند صاحبه النجار ده، إدى لمراته أكل وخضار وقال لها جوزك بعت الحاجات دي وبيقول لك اعملها لهم على الغدا. الراجل وصل بيته قعد على الغدا لقى فيه أكل وحاجات وفاكهة هو ما جابهاش. بعد ما أكل بيسأل مراته، إيه ده؟ أنت اللي بعته النهارده؟ لا انا ما عدتش حاجه. فضل يتخانق مع مراته طول الليل ما نامش ويفكر. تاني يوم راح الشغل، صاحبه معدي عليه لقاه شايل الهم، كل ما يجي يشتغل في حاجه من الحاجات اللي هو بيشتغل فيها مره يدق على صباعه، مره يتوه، مره ينسى، قاعد بيفكر مين اللي بعت الاكل ومين اللي عمل الحاجات دي كلها. فقال له ها صنعه ولا راحت بال؟ قال له سيبني لو سمحت وابعد عني، انا مش طايق نفسي، لا صنعه ولا راحت بال. قال له لا، اللي حصل امبارح انا عملت كذا وكذا وكذا، وانا اللي بعت الولد الصغير لمراتك وودلها الاكل والحاجه. قال له صدق، وهي فعلا راحت بال. راحت البال في البيوت اهم من الصنعه واهم من الشطاره. ناس كتير شاطره في حاجات مهمه، لما بتليش راحتها في بيتها او راحتها في التفكير او في مكان شغلها ما بتقدرش تنجز ولا تعمل شغل. خلوا بالكم ان هي راحت بال مش صنعه ابدا. سلام عليكم.